السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع حلقات تعليم التلاوة، ونواصل مع الصفحة رقم 26 27، الصفحة رقم 27 من سورة البقرة. الصفحة رقم 27 زي ما موجود على قدامنا دلوقتي، الصفحة رقم 27. ربنا يبارك فيكم جميعا. أستاذ محمود، أستاذ محمد عيد، أهلا وسهلا بكم. طيب الآن كل واحد مغير اسمه باسم. طيب جزاك الله خير، تمام كده. أستاذ محمد حافظ، أهلا وسهلا بك. أستاذ طارق، بارك الله فيكم جميعا. طيب احنا وعدناكم ان احنا نتكلم على متن تحفة الاطفال. خلينا نخلي لان وقت شهر شعبان اصبح قريب دلوقتي من شهر رمضان، فاحنا وداخلين على شهر رمضان، خلينا نعبأ نفسنا دلوقتي لشهر رمضان بالقرآن. وإذا كان في العمر بقية نبقى نواصل أو نبدأ التحفة، لأن التحفة تأخذ مننا وقت شوية في شرحها وقراءتها، تأخذ مننا وقت شوية. خلينا نكمل التلاوة في سورة البقرة، نواصل التلاوة والأحكام. وإذا ربنا سبحانه وتعالى قدر نلتقي بعد شهر رمضان، ممكن نبدأ التحفة بعد شهر رمضان، ولا انتم ليكم راي اخر؟ يعني انا بفضل لي على اساس انه اكبر عدد من الزملاء اللي بيحضروا معانا يتواجدوا، عشان لان في عدد كبير ما حضرش احكام التجويد من الاول، فعايزين ياخد يعني نعمل زي اعلان عن التحفه بعد رمضان، يعني بحيث كله يبقى متواجد والحاضر يبلغ الغائب بان احنا نبدا تحفة الأطفال شرح وقراءة بعد شهر رمضان، وتاخذ معانا على حسب الوقت. يعني أنا أفضل، لأن الوقت دلوقتي أصبح بالنسبة لشهر شعبان هيبقى ضيق، ممكن نستمر ثلاث محاضرات أو يعني أربع محاضرات بالكثير. نعم، نعلن في شهر رمضان أن بعد شهر رمضان مباشرة هندرس تحفة الأطفال، وممكن متن الجزرية، يعني أحكام التجويد من خلال المتون، دراسة متون أحكام التجويد في متنين أساسيين، المتن الأول تحفة الأطفال، والمتن الثاني المقدمة الجزرية، تحفة الأطفال والمقدمة الجزرية. فأنا بفضل بعد ما وعدتكم إن احنا نبدأ فيها من دلوقتي، بفضل نعلن عنها من دلوقتي، وإن شاء الله بعد رمضان إذا ربنا قدر ونلتقي نبدأ في المتنين واحد وراء الآخر. يعني تحفة الأطفال أسهل وأقل أبيات، الجزرية يعني تعتبر ألفاظها صعبة شوية وحفظها صعب وأكثر عدد من الأبيات.
نبدأ التحفة وبعد كده ناخد الايه، ناخد الجزرية ان شاء الله. لكن لغاية شهر رمضان نقضي هذا الوقت تجهيز لشهر رمضان، لأن شهر رمضان هذاك فيه كل حاجة، مبقاش فيه غير القرآن. نجهز نفسنا للقرآن في شهر رمضان من خلال الكام حلقة اللي باقي لنا في شهر شعبان. اتفقنا؟ طيب، زي ما قلنا احنا نبدأ الصفحة رقم 27. صفحة 27 اللي هي من أول ليس البر، اللي هي ظاهرة قدامنا دلوقتي. فأنا هقرأ وأنتم تقرأوا برضو معي، يعني هقرأ قراءة بطيئة وبعد كده نستمع لقراءة السادة الحاضرين معنا. نقسم كل وجه بين اثنين من الزملاء الموجودين معنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حق صل على المتقين. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. صدق الله العظيم، صدقت ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. طيب،
اللي عنده استعداد يقرأ يا جماعة. معانا الأستاذ بارك الله فيكم، الأستاذ محمد عيد الأستاذ طارق. طيب توفيق يا أستاذ طارق. أستاذ محمد عيد جاهز؟ لو جاهز اكتب واحد ونديك المايك إن شاء الله، أو اللي جاهز يكتب يا جماعة واحد ونديله المايك. أستاذ محمد السكنتري، أستاذ محمد حافظ، أخ وائل. طيب في حد جاهز يقرأ؟ طيب باقي الشباب هيقرا ان شاء الله، اول ما انت تقرا يقرا وراك على طول باذن الله، بس انت افتح الباب واقرا. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، هل الصوت واضح؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه عليم. جزاك الله خيرا، أحسنت بارك الله فيك. توجد بعض الايه يعني بعض يعني التعليقات على القراءة على الأحكام أو على قراءة الأستاذ طارق، يتسع صدرك لينا. هنقول احنا قلنا يا جماعة، أيوة نعم، ربنا يبارك فيك. اللحن في القرآن الكريم قسمان،
اللحن في القرآن الكريم. ماشي، احنا نيجي دلوقتي للتفاصيل، اللي يذكر يتذكر حاجة يكتبها، ما فيش مشكلة، عشان نتعلم من أخطائنا. لحن جلي ولحن خفي. اللحن الجلي وهو الايه منه الخاص بالتشكيل، زي التشكيل بالظبط كده، زي ما انتوا كتبتوا اللحن الجلي التشكيل. ولو جيت نقول على معناه يعني او تعريفه، هو اللي اي حد ملوش خبره في علم التجويد او مش ملم باحكام التجويد يعرفه. يعني لو قلت ليس البر، هتبص تلاقي لو قاعد جنبك مثلا استاذ لغه عربيه او رجل عادي بس يعرف يقرا ويشكل في المصحف، هيقول لك لا هي ليس البر. فالنوع ده اسمه لحن ايه؟ لحن جلي. يعني اللحن الجلي اننا نغير تشكيل، نغير تشكيل او نجمع حاجه مفرده او نفرد جمع او ما الى ذلك يعني. فده ورد منه اللي انا اذكره، ورد منه في ثلاث مواضع، في موضعين يا استاذ قارئ. الموضع الاول لما قلت في الايه وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. انت ما فتحتش ابن، ما قلتش وابن السبيل، انت قلت وابن السبيل. اذا كان ليك اي اكتب لي، لو في اي حاجه على اللي انا بقوله مفيش مشكله اكتب. النقطه الثانيه، الايه اللي قبل الاخيره، كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت. انت ضميت الدال فقلت احدكم الموت، فهي لما تيجي تعربها هي مفعول به مقدم، والموت فاعل مؤخر، والفاعل مرفوع ومفعول به منصوب، زي ما موجوده في المصحف. اذا حضر احدكم الموت، يبقى احدكم، انت حضرتك قلت احدكم. دي اللي انا اذكره في التشكيل. في الزملاء هنيجي بقى للمد لحن الخفي. في حد من الزملاء قال انت قلت ليس البر، ما اعرفش انا ما خدتش بالي منها، هل انت قلت ليس البر؟ اذا كنت قلتها فهي ليس البر، ليس البر. طيب ده بالنسبه للايه؟ للحن الجلي، وهو الخاص بالايه؟ بالتشكيل، وهو لا يغير في المعنى، لا يغير في المعنى كثيرا يعني، ولكن هو يعني خطأ في القرآن، خطأ في القرآن. في لحن جلي يضر بالمعنى او يخل بالمعنى. الحمد لله مش موجود معانا دلوقتي في قراءتنا اللي انتم بتقرأوها كلكم، الحمد لله. نيجي بقى للحن الخفي، وهو الخطأ الذي يخفى على عامة الناس ولا يخفى على اهل الايه، أهل الفن اللي هو فن التجويد يعني. روما بيقول فيه صوت، هو فيه صوت، فممكن نقول له اعمل ريفريش للصفحة ولا حاجة، الدعم يرد عليه أو عليها يعمل ريفريش للصفحة، لأن الزملاء بيقولوا إنه فيه صوت. طيب، فاللحن الخفي هو خفي على عامة الناس اللي هو الناس اللي مالهاش دراية بأحكام التجويد، ولا يخفى على ايه؟ اهل الايه؟ العلم باحكام التجويد، عشان كده سمي خفي. وهذا ورد منه زي ما الزملاء قالوا لك، بعضهم قال لك انك مديت الصابرين، والصابرين في البأساء، الصابرين ما فيهاش مد فوق المد الطبيعي اللي هو الحركتين، والصابرين، وليست والصابرين في البأساء. ماشي كده؟ طيب، في بعض زي مثلا قبل المشرق والمغرب، انت بتقول والمغرب، يعني كانك بترقق الغين، والغين من حروف خص ضغط كظ اللي هي حروف الاستعلاء، وهي تخص بصفه اسمها التفخيم، وهي امتلاء الفم بها، زي ما انا بقراها كده قبل المشرق. شوف الشين مش منها، هتلاقي الشيء رقيق، قبل المشرق والمغرب وليست والمغرب. ماشي؟ يعني هذا الذي يذكر يعني يحضرني.
هذا الذي احضرني من ايه؟ من تعليق على قراءتي. الحمد لله قراءة جيدة يعني، ومزيد بإذن الله تعالى من الايه؟ من تدارك الملاحظات دي في المستقبل. طيب يا جماعة، في حد عنده استعداد يقرأ؟ ولو نصف الصفحة، يقرأ الآية الأولى بس، وزميل تاني يقرأ يكمل بعده. يعني احنا عندنا آية طويلة اللي هي الآية 177 واخدة تقريبا نصف الصفحة، وزميلي يكمل بعده. يعني اللي عنده استعداد يكتب لنا لو تكرر. طيب حتى أستاذ محمد تقرأ؟ طيب تفضل. ماشي يا جماعة، ادوا المايك لأستاذ محمد. جماعة الدعم الفني ادوا المايك لأستاذ محمد. طيب ماشي، خد مني انا المايك يا استاذ محمد، انا بعت لك المايك. انا بعت لك المايك بس يعني. خلاص معاك المايك كده، اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، نسمعك، اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. فتح الله عليك، جزاك الله خيرا. طيب في حد يا جماعة جاهز يقرأ؟ مش مشكلة، إن شاء الله تتعالج بإذن الله. طيب ماشي، هنقول التجويد دلوقتي إن شاء الله. كلمة وآتى، حضرتك عايز تعرف كلمة وآتى؟ وآتى المال. طيب الحمد لله على السلامة يا أستاذ طارق. أنا خفت لا يكون الجهاز زعل مننا بس. فقط هي كانت هي دي انك رققت الغين فقلت ايه؟ والمغربة، وهي المغربة. طيب روما بيسأل عن ايه؟ وآتى، اللي انا فهمته عن كلمة وآتى، وآتى المال. واضحة؟ طيب
مين يقرأ يا جماعة؟ وائل؟ الأستاذ وائل؟ طيب لحد ما حد يجهز نفسه. ماشي اتفضل. ماشي اقرأ اتفضل، لو جاز يقول لنا بس مفيش مشكلة. وائل في مشكلة؟ طيب في المايك مفيش مشكلة، بعد كده تجيب المايك إن شاء الله تصلح المايك. وروما أول يوم النهاردة. أشوف الأستاذ محمد بيقول لك كلنا بنتعلم. آه بنتعلم، إحنا بنتعلم كلنا. فلو عندك مايك وتقرأ مفيش مشاكل، يعني اقرأ وخد راحتك في القراءة. يعني الغرض ان احنا نتعلم، يعني حتى لو بتخطئ او اول مره مفيش مشاكل خالص، ولو ايتين اتنين. فتبدا حضرتك: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص، اللي هي ايه 178، رقم الآية اللي هي بيبقى إيه في نهايتها. هو الأستاذ قرأ قبلك 177، آية واحدة بس اللي قرأها من أول ليس البر لحد المتقون. حضرتك تقرأ من أول آية 178 اللي هي: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، في صفحة 27. ماشي حاول في آية واحدة مفيش مشاكل. أنا بعت لك المايك وتفضل. بس معلمة المايك مش واضحة عندي هنا، معرفش المايك مش موصل عندك شكله كده، يعني علامة المايك بتقول انه مش موصل عندي، مش موجود عندي لسه موصله، بس هو ما بيدينيش، بيديني مش موصل. راستر الصفحة. ماشي. لا هو المايك باهت، يعني مش استاذ محمد سكندري المايك بتاع الاستاذ روما، مش لو الاستاذ طارق يعرف لو ظهر عندي حوله، لكن عندي انا ابي اعمل ريفريش. طيب ايوه كده خلاص كده ماشي خلاص اتفضل. اقبل المايك يا اسرور. الصوت بيروح ويجي، ممكن تعمل ريفرش ابن قناة، اعمل ريفرش. استاذ رمى الصوت معاك كده. ها تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. اسمعك. وعليكم السلام. تمام. عليكم السلام. ابدا يعني. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيئا فأداه بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. صدق الله العظيم. تمام كده؟ جزاك الله خيرا. يعني ما شاء الله بداية، الحمد لله بداية موفقة، الحمد لله بداية طيبة، ومن خلالها بنقدر نقول ايه، يعني ايه الواجب، ايه اللي احنا نعمله. ايوه حاضر، احنا هنقول بعض الكلمات، لكن في المجمل الاستاذ روما الاجمال العام على القراءه ان قراءه طيبه ينقصها الاتي: الزملاء بيطلعوا او عذاب اخرها ضمه تقريبا. يعني هو عموم القراءه ان انت ايه،
يعني انتبه للتشكيل، دي أول حاجة، يعني ننتبه للتشكيل زي ما حضرتك قلت كده، عذاب أنت آخرها ضمة، أنت عملت كده إيه؟ تقريبا كسرتها. تبقى معنا مثلا يقول لك إيه؟ استمع، إذا أردت أن تقرأ جزء معين، صفحة معينة. أيوه نعم، ربنا يبارك فيك. يعني لا، حتى قبل ما تقرأ الأول لازم تسمع لقراءة شيخ، أنت عايز تقرأ الصفحة دي أو الآية دي. اسمعها من الحمد لله الأمر ميسر، بتجيب الموقع أو الفلاشة أو الموبايل وتجيب الجزئية دي وتفتح عليها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. شوف الشيخ إزاي يقرأها، دي حاجة، إزاي هيقف فيها. يهمني إنك تسمع التشكيل، تلاحظ التشكيل بتاع الشيخ. نعم، بداية طيبة إن شاء الله. تسمع التشكيل بتاع الشيخ وتسمع الكلمات نفسها، يعني مثلا فاتباع بالمعروف، فاتباع بالمعروف، انت حضرتك قرأتها بطريقة مختلفة، فاتباع بالمعروف. مع الاستمرار، يعني هو الواحد عشان يقرأ جيد لازم يبقى مستمع جيد، يعني عشان تقرأ صح لازم تستمع وتركز ودنك مع الايه الشيخ اللي بيقرأ. لا لا لا، مش مشكلة خالص، هو المرة الأولى الثانية الثالثة العاشرة مفيش مشاكل في الأرض. أنت لو بتقرأ وصعب عليك زي في الحديث، إن لك أجرين، لك أجران، يعني اللي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وعليه شق له أجران، فأنت بتؤجر مرتين. لكن إحنا عايزين إيه الدرجة الأعلى بقى، إن اللي يقرأ القرآن وماهر بالقرآن مع السفر والكرام البررة، انه ياخد بقى درجات اعلى من كده ان شاء الله. ده بيتاتى من ان زي ما قلت لحضرتك تستمع للمشايخ، تستمع للشيخ الجزء اللي انت تقراه وتقراه وتشوف وترجع تعيد قراءه الشيخ تاني وتقارن قراءتك بقراءه الشيخ عشان تقدر تحسن الايه؟ عشان تقدر تحسن القراءه. طيب غيره؟ في حد تاني عنده استعداد يقرا ابن القنا؟ في حافظ؟ طيب لو حد عنده استعداد يقرا يكتب لي يا جماعه. محمد حافظ، محمد حافظ في التسجيل. استاذ محمد عندك استعداد تقرا؟ طيب خلاص خليه في شغله، مأجور ان شاء الله. طيب خير ان شاء الله. يبقى اذا نرجع بقى نقول ايه، نطلع الاحكام في الايات التي قراناها. طيب نعم، خلينا نرجع للاحكام. ليس البر، ليس فيها نوع من انواع المد، كلمه ليس، مد ليه بالظبط كده، مد الدين. قولوا يا جماعه تعريف المد الدين، واو او ياء ساكنتان مفتوح ما قبلهما، فدي الشرط متحقق اهو، الياء هنا ساكنه ومفتوح ما قبلها يبقى ليس. طيب يا جماعه اللام هنا عليها شده وفتحه، حد يعرف ليه الشده؟ حد يعرف يقول لنا ليه اللام عليها شده؟ اول ما تبدا كده تبدا بالشده. حد عارف ليه اللام عليها شدة؟ اللام بتاعت ليس. أول مرة أدخل معاكم، أنا ما عنديش مايك، أو لو عندي مايك كان ممكن إني أقرأ. جزاك الله خيرا، مأجور إن شاء الله. المرة الجاية تجيب مايك وتشارك بإذن الله. أيوه الأستاذ طارق، برافو عليك، أكيد بسبب الآية اللي قبلها. أيوه يبقى هنرجع للآية اللي قبلها. ايوه نعم، الآية اللي قبلها فيها ايه يا جماعة؟ بعيد منونة بكسرتين، يبقى لو وصلناها هنقول بعيد ليس، يبقى الحكم هنا ايه؟ بعيد ليس.
إدغام، أقصد إدغام، إدغام ناقص ولا إدغام كامل؟ لا هو مش بغنه، عند اللام مش بغنه، بعيد ليس إدغام بغير ما نظرت كده، وإدغام كامل، وإدغام كامل، إدغام كامل أو إدغام بغير غنه عند اللام. ادي عشان كده اتحطت الشده، لان متفق في رسم المصحف على ان الايه الشده دي هتبقى محطوطه في اول الكلمه، لان يبقى في ايه قبلها نون ساكنه او تنوين، وايه ويبقى حكمها ادغام كامل. طيب ليس البر، البر هذه الراء اذا وقفنا هنقول ليس البر، هتبقى مرققه ولا مفخمه؟ ساكنة وقبلها كسر، ليس البر، هتبقى مرققة. ولو وصلنا هتبقى، لو وصلنا هتبقى ايه؟ مفخمة، لأنها هتبقى مفتوحة. أنا لما وقفت عليها نظرت إلى ما قبلها وهي ساكنة، ولما وصلتها نظرت لحركتها هي. طيب ليس البر أن تولوا، أن تولوا. طيب أن، أن تولوا، نون ساكنة أتى بعدها التاء. أن تولوا تبقى إخفاء حقيقي بالضبط كده، نعم. تولوا وجوهكم، وجوهكم، تولوا وجوهكم. في بين الكلمتين دول اللي هم تولوا، تولوا وجوهكم. طيب احنا قلنا الالف بتاعت تولوا، طيب حضرتك بتقولي تماثل، بس هو في فاصل هنا، فاصل في الرسم. هذا الفاصل اللي هو الالف اللي عليها سكون مستدير، السكون المستدير ده يا جماعه احنا قلنا انه معناه ان هذا الحرف لا ينطق في الوسط، لا ينطق، ان الحرف دوت ما ينطقش. يبقى الالف بتاع تولوا لا تنطق. طيب يبقى اذا دي جت فاصل بين الواوين اللي الاستاذ قالت عليها تماثل، فعشان كده ما تحققش التماثل، يبقى احنا مش هنقدر نضغمهم، مش هنقدر ايه نضغمهم، مش هننطق الالف، هننطق الواو بس على انها ايه مد طبيعي. تولوا، لو وقفت عليها قلت تولوا، وانا اثبتت فقط مد طبيعي في الوقف. اذا وصلت الالف دي بتسقط في الايه، لكن وجودها بيمنع الايه الادغام في التماثل. الكلمتين مع بعض تولوا وجوهكم، تولوا وجوهكم، ده نطقهم مع بعض، تولوا وجوهكم، يعني امد الواو ماده طبيعيه واضم الواو اللي بعديها. ماشي كده؟ وهيبقى على نظام دي زي آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. طيب فيه واو هيجي بعدها واو وتضغم فيها، خلينا نطلع لكم الموضع دوت واقول لكم هو فين في السوره اللي جايه، في سوره من سور القران الكريم. لو تفتح المصحف على صفحة 162، فتحت المصحف على صفحة 162 هي سورة الأعراف. طيب
طيب الآية آخر آية اللي هي آية رقم 95، لحد لسه ما فتحش المصحف، آية 195، آية 95 صفحة 162، صفحة 162 آية 95. أيوة نعم. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا، عفوا وقالوا. إيه اللي حصل دلوقتي؟ اللي حصل إدغام الواو في الواو، إدغام الواو في الواو. دمجناهم يعني أدغمناهم، ده بنسميها في الدمج دوت في علم التجويد بيسمى إدغام. طيب الألف هنا موجودة برضو عليها السكون، الألف موجودة، عفوا عفوا موجودة عليها السكون ولا تنطق، وهناك برضو لا تنطق. طيب ايه الفرق؟ الفرق ان الواو اللي هناك واو مد، الواو اللي في سورة البقرة واو مد او واو مادية، تولوا وجوهكم، الواو المادية مضمون ما قبلها، تولوا وجوهكم مضمون ما قبلها. الواو الثانية بتاع سورة الأعراف، الواو بتاع سورة الأعراف واو ايه؟ واو لين. ايوه المد هنا لين، عفوا عفوا مد لين، ففي اللين حصل الادغام. طب ننطق ازاي؟ نقول عفوا وقالوا، لكن هناك نقول امنوا وعملوا، تولوا وجوهكم. فتلاقي دي في سوره البقره عليها الشده، في سوره الايه؟ الاعراف موجود عليها الشده، ان حصل الادغام من التماثل، وكان الالف دي ما ايه؟ لم تكن موجوده في الايتين. ماشي كده يا جماعة؟ طيب تولوا وجوهكم قبل المشرق، نعم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، ولكن احنا قلنا النون المشددة اللي بتديها صفة اسمها صفة الايه؟ الغنة، وبنسميها حرف غنى مشدد، وغنى ميما ثم نونا شددا، ولكن البر من آمن، من آمن. النون الساكنة لما بيجي بعدها الهمز وأخواتها اللي هي ست حروف، ألف همز هاء عين هاء غين فاء، بيبقى الحكم إظهار حلقي. من آمن، من آمن. وهنلاقي رسمه في المصحف او نعرفها بالمصحف من ان احنا نلاقي النون عليها السكون والتنوين نلاقيهم راكبين على بعض قد بعض بالظبط، يبقى ده اظهار. طيب نعم. من آمن، آمن نوع من المد هنا، آمن بنسميه مد بدل بالظبط كده، هو يلحق بالمد الطبيعي او هو نوع من انواع المد الطبيعي، ولكن اسمه مد بدل، بدل يعني الهمز والايه والحرف المد مبدلين، يعني ايه المفروض الوضع الطبيعي ان يجي المد وبعدين الهمز، لكن هنا ابدلت إيه فايه فالهمز جه الاول وبعدين حرف المد، ده عشان اعرفه اعرف به المد البدل. مره الحاجه الثانيه، الحاجه الثانيه ان اصلا الكلمه أأمن، أنا هقول لحضرتك المد البدل. هي أصلا أصل الكلمة إيه؟ كلمة آمن أصلها إيه؟ آمن، آمن أصلها همزتين. أيوه بالظبط كده. ولكن النطق بهم صعب. آمن صعبة. فحصل إيه؟ إن الهمزة الثانية دي أبدلت ألف. فصارت آمن، يعني كلمة آمن أصلها آمن. برضه كلمة ائتوني، ائتوني صعب إن أنا أجيب همزتين ورا بعض كده، مخرج الهمزة صعب. فبيحصل إيه؟ إن أبدل الهمزة الثانية حرف المد من جنس حركة ما قبلها. ائتوني ما قبلها مكسور، إيه اللي في جنسها في حروف المد؟ الياء ولا الواو الألف؟ الياء. فأقول ائتوني، ائتوني.
طيب اؤتمن، اؤتمن ابدل الايه؟ الهمزه الثانيه ايه بقى الحاله دي؟ اؤتمن، اؤتمن، اؤتي، اوتي، اتاني برضو، اتاني اصبح اتاني، وهكذا كل همزتين يجوا ورا بعض بالشكل ده هتلاقي الهمزه ايه؟ صعبه النطق فتبدل من جنس حركه ما قبلها. إذا كان ما قبلها فتحة تبدأ الألف، ما قبلها كسرة تبدأ الياء، ياء ما قبلها ضمة تبدأ الإيه؟ واو. ده هو المد البدل عموما، ونعرفه في المصحف إزاي؟ ألاقي الهمزة بعدين حرف المد، زي ما حضرتك قلت كده. آتاني. طيب جاي بعدها إيه؟ واليوم الآخر برضه، واليوم الآخر. آخر. اهي برضه همزه وبعدها الالف، هتلاقيها الهمزه ساقطه بين اللام والالف، يبقى ده برضه مد ايه؟ بدل. طيب والملائكه، هذا نوع ثاني من المد بقى، ده مد ايه؟ بنسميه مد ايه؟ مد واجب متصل. ايوه واجب يعني مد اربع حركات او ست حركات زي ما عملت كده. والملائكه يبقى واجب، ده حكمه، الحكم بتاعه واجب، ومتصل يعني في كلمه واحده، الهمز والمد في كلمة واحدة. نعم. أربعة أو خمسة أو ستة حركات. متصل يعني في كلمة واحدة. طيب وفي منفصل؟ منفصل اللي هو المد في كلمة والهمز في كلمة. وهيجينا دلوقتي. والكتاب والنبيين. والنبيين. طيب احنا قلنا النون المشددة هنسميها إيه؟ حرف غنة مشدد. طيب في نوع من المد في كلمة النبيين، النبيين، إيه نوع المد هنا؟ أصلها ياءين ورا بعض، أيوه بالظبط كده، بنسميه مد تمكين، يعني إيه؟ لازم أمكن الإيه؟ الياءين من بعض مع بعض في النطق، ويلحق بالمد الطبيعي برضه، يعني ما مدوش أكتر من حركتين. والنبيين يا أين؟ والنبيين. وآت المال، وآت المال. آتى بيع برضه فيها نفس نوع المد اللي أنتم كتبتوه دلوقتي، مد إيه؟ مد بدل بالظبط كده. وآت المال على حبه ذوي القربى. حبه ذوي، الهاء المقصورة بتاع كلمة حبه بعدها ياء، ياء ايه؟ معقوفة أو ياء صغيرة، فبنسميه مد صلة صغرى، صلة صغرى، وده برضه بيلحق بالمد الطبيعي. قلنا كم مد بيلحق بالمد الطبيعي لحد دلوقتي؟ قلنا ثلاث مدود، قلنا المد البدل في آمن وآت والآخر، وقلنا مد التمكين في كلمة النبيين، والثالثة اللي قلناها ايه؟ في الصلة الصغرى، تمكين والصلة الصغرى والبدل بالظبط كده. كل ده مد ومد طبيعي، لكن مع اختلاف المسميات بس، أو نوع من أنواع المد الطبيعي. لسه بنقول بقى المد العوض فين؟ هو ما جاش معانا لحد دلوقتي لسه المد العوض، هنتكلم هو لما يجينا. ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وابن السبيل. طيب ما ممكن يجي معانا هنا في اي تنوين. وابن السبيل، الباء الساكنه، الباء الساكنه بندي لها صفه اسمها ايه؟ اسمها قلقلة. طيب القلقلة دي ثلاث درجات، القلقلة ثلاث درجات، لما جت في وسط الكلمة، لا هي صغرى، ايوه بالظبط كده، في وسط الكلمة تبقى قلقلة صغرى، مش عشان هي في وسط الكلمة تبقى وسطى، لا هي صغرى عشان هي أقل درجات القلقلة، وأعلى درجات القلقلة في آخر الكلمة ومشدد، والوسطى في آخر الكلمة غير مشدد، والصغرى في وسط الكلمة. ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
والسائلين برضه تلحق بالايه؟ زي الكلمه اللي قلناها الملائكه مد ايه؟ واجب متصل وفي الرقاب. طيب انا عندي مشكله في في صوت يا جماعة؟ أيوة وصل الصوت. معلش الصوت وصل شوية. طيب وفي الرقاب، الراء فيها صفة أو ليها صفة اسمها إيه؟ حد يعرف صفة الراء؟ مرققة. نعم نعم مرققة. في حاجة تانية ناقصها؟ أيوة بالظبط كده، نعم. صفة اسمها التكرير. الصفة دي نبه عليها المشايخ وحذر منها. حذر منها يعني ما عملهاش. هي صفة في الراء لكن حذروا منها. زي إيه كده؟ زي الرحمن. شفت أنا بعمل إيه؟ الرحمن. لا ما كررهاش كده. طب أمال أعمل إيه؟ دي مشددة. أنطقها راء واحدة فقط مش أربع راءات كده. الرحمن الرحمن. لو استمعتوا للمشايخ وهم بيقرأوها هتلاقيه إيه؟ بيحاول يخليها راء واحدة ما تكررهاش. زي هنا وفي الرقاب وفي الرقاب وفي الرقاب، تبقى راء واحدة مع إنها مع الترقيق، مع صفة الترقيق. نحذر الإيه؟ التكرير. طيب لأن كل حرف من حروف الهجاء برضه ذوي القربى. لا ذوي القربى، والمشكلة بتبقى في المشدد أكثر. يعني مش هيقدر، لكن إيه ما تنطقهاش أكثر من راء، ما تقولش وفي الرقاب. لا وفي الرقاب مش هتكررها، تنطقها وفي الرقاب وفي الرقاب وفي الرقاب. تمسك اللسان لما بيجي يضرب في ايه؟ في سقف الايه؟ في الفم من الداخل. وأقام الصلاة، الصلاة الصادية بنسميها حرف، بياخد كم صفة؟ صفة الصفير، حرف الصفير، يبقى لازم يحصل اعمل فيه الصفار ولا بطل. أقام دي حاجة، حرف في صفة الصفير، وفي صفة الإطباق، وفي صفة التفخيم. الثلاثة دول مع الإيه؟ مع الصاد دي. والتفخيم ده من درجة إيه؟ من الدرجة الثانية. لا تقرأها بسرعة. عايزة تدريب طبعا، عايزة تدريب. طيب بارك الله فيك. اهلا وسهلا بالاستاذ ابو بكر. ربنا يعينكم جميعا ويوفقكم وينفع بيكم. طيب اجل بنقول بقى ايه؟ الصلاه عملت فيها صفير، صوت الصفير، الصلاه، وعملت فيها صفه الاطباق ان انا بطبق الشفتين او الفم عندما انطقها الامر الثاني عملت فيها ايه؟ فخمتها. وخدت الدرجة الثانية من التفخيم اللي هي المفتوح وليس بعده ألف. لكن ما تبقاش على اللام هون الصلاة، لا هي الصلاة واللام مرققة. ما أخليش المفخم يطغى على الإيه؟ على المرقق عندما أقرأ عشان تظهر إيه جودة القراءة وزينة القراءة. الصلاة وآت الزكاة برضه الزاء، الزكاة الزاي من حروف الصفير برضه. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، بعهدهم إذا، الميم هنا. والصابرين نفس الكلام بس أقوى برضه، أقوى بقى عن الصلاة. ليه؟ لأن دي مفتوح وبعده ألف. الصابرين شوف الصابرين، والألف هنا بتتبع ما قبلها، يعني ما قبلها مفخم فخمت وخدت اعلى درجات التفكير. الصابرين
ماشي؟ بعهدهم إذا، ميم الساكنة أتى بعدها الهمزة. بعهدهم إذا، تبقى الحكم إيه؟ الميم الساكنة لها ثلاث أحكام. أيوه، ده حكم من أحكامها، أن إيه؟ إظهار، الإظهار أي حاجة خاصة بالميم تبقى شفوي. إظهار شفوي. عاهدوا، برضه عاهدوا والصابرين. نفس حكاية الواو بتاع آمنوا وعملوا، تولوا وجوهكم. الواو مش مشددة بعدين أو مفيش إدغام. عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. طبعا البأساء والضراء كل مد إيه؟ واجب متصل. وحين البأس. طيب السين، السين يا جماعة بتاع البأس، وحين البأس إيه اللي بيحصل فيها؟ بتاخد صفتين. أيوة، صفة اسمها همس، وصفة اسمها إيه؟ الصفير، حرف صفير. أنا بقرأها إزاي دلوقتي؟ البأس، البأس، البأس. يعني الصفير، الصفير يعني الصوت، الصفار اللي بتخرج معايا هذه، والهمس اللي يخرج هواء خفيف ايه عند الوقف عليها او عند النطق بها. البأس، ماشي كده؟ حرف في صفة الهمس وصفة الصفير. أولئك، كلمة أولئك فيه واو صغير، واو على سكون مستدير بين الألف واللام. كل حرف قلنا في القرآن الكريم في المصحف عليه هذه الحركة، معناه أن هذا الحرف لا ينطق لأنه مش موجود. فأنا ما قلتش أولى، لا ما عملت، طردتش الواو دي خالص، الواو دي كأن لم تكن، فقلت أولئك، أولئك كأنها مش موجودة. يعني الحرف اللي هو أو التشكيل السكون المستدير اللي مع الحرف ده معناها ان هذا الحرف لا ينطق. اولئك، لو وقفت عليها برضو الكاف فيها صفه اسمها الهمس وليست القلقله. اولئك، اولئك، شفت؟ يعني يخرج هواء بسيط كده مع الايه، مع الكاف، يعني بفرج عن الايه السكون بتاعها شويه. وليست اولئك، لا ما بقولش ما بقلقلهاش، ماشي كده يا جماعه؟ واضحه؟ أولئك الذين صدقوا وأولئك، برضو صدقوا وأولئك، نفس الواوات المادية اللي يجي بعدها واو، فكلها إيه؟ مفيش إدغام فيها ولا حاجة، لأن مفيش إيه؟ صفة التماثل أو ما بتطبقش في هذه الإيه؟ الحالة عشان حرف المد، عشان حرف المد. وأولئك هم المتقون. المتقون، ينتبه بقى للتاء مع القاف. طيب التاء دي رقيقة والقاف مفخمة، ما قولش المتقون ولا المتقون، لا، لا المفخم يطغى على المرقق ولا المرقق يطغى على المفخم، أقول المتقون، القاف مفخمة. والمد هنا نوع إيه يا جماعة؟ عند الوقف مد عارض السكون بالظبط كده، 2 و4 و6. يعني ايه 2 و4 و6؟ يعني ممكن اقف واقول المتقون، خلاص حركتين، وممكن اقول المتقون، 4 حركات، وممكن اقول المتقون، 6 حركات. طيب خلينا نطلع بقى، طلعوا لنا من الايات اللي جايه دي مد منفصل، مد منفصل. طيب ماشي، ومد بدل، ومد بدل، ومد صلة صغرى، ومد صلة صغرى. كتير المادة الصلة الصغرى موجود كتير. فله عذاب، مظبوط، عفي له من أخيه
طب في صلة كبرى؟ في صلة كبرى في الآيات دي؟ يبدو إن في موضع واحد بس اللي فيه صلة كبرى. يبدلونه إن الله سميع عليم، في آخر سطر بالظبط كده، في آية 181 في آخر سطر. ده الصلة الكبرى عند الوسط. ماشي. الصلة، هتلاقي الصلة الصغرى موجودة العلامة بتاعتها بس الواو أو الياء. هتلاقي الصلة الكبرى موجودة فوق الواو أو الياء علامة المد. هتلاقي فوقيها علامة إيه؟ المد بتاع الصلة الكبرى. شوف الهاء بتاع اسمه اللي في نفس السطر واو بس. لما كمل ونمشي على الذين يبدلونه هتلاقي فوق الواو علامة الإيه؟ المد عشان بعدها همزة. طيب عايزين إقلاب. إقلاب. اتباع بالمعروف. نعم. طيب وعايزين إظهار. عايزين إظهار. إظهار شفوي وإظهار حلقي. أداء إليه من أخيه، ده كله إظهار حلقي. عذاب أليم، إظهار حلقي. طيب عليكم إذا، أيوه ده الإظهار الشفوي. نعم. فتح الله عليكم. لكم في برضه إظهار شفوي. طب عايزين قلقلة صغرى. قلقلة صغرى وقلقلة وسطى. العبد بالعبد، هذه دي قلقلة ايه؟ صغرى. طيب والوسطى؟ اللي هي ايه؟ الألباب. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نعم لو وقفنا عليها. والعبد بالعبد، بالعبد لو وقفنا على بالعبد هتبقى فيها القلقلتين، الباء فيها القلقلة الصغرى والدال فيها القلقلة الوسطى. بالضبط. وفي القلقلة الصغرى والأقربين. طب في مد عوض هنا؟ حد طلع لنا مد عوض؟ حق. بالظبط حق. في تاني؟ في. خيرا. نعم. طيب نعم. اسمها القلقلة الوسطى التي الحرف الساكن في آخر الكلمة هو غير مشدد، زي العبد. قل هو الله أحد، الله الصمد، في أمثلتها. إن الحرف المقلقل في آخر الكلمة وغير مشدد. الكبرى في آخر الكلمة ومشدد. زي كلمة وتب وكلمة الحق. والمد العوض اللي هو بيعوض عن التنوين، المد العوض عوض عن التنوين. زي حق، هي اصلا لما ده وصل اقول حقا على، مفيش مد، لكن لو وقفت اقول ايه؟
حق الله. فين التنوين؟ بدلنا التنوين بألف حق. كل التنوين المفتوح، ايوه بالظبط كده، كل التنوين المفتوح عندما هتلاقي بعده ألف. التنوين المضموم المكسور ما فيش ألف، بتقفل السكون. في حالة الوقف فقط، في حالة الوقف أمد أول. خير هي أصلا إيه؟ خير للوصية، خير للوصية، تنوين ظهر أهو. إذا وقفت يبقى ما فيش تنوين هيظهر، ولذلك تعريف التنوين إيه؟ التنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم، إيه؟ تلحق آخر الاسم نطقا، نون زائدة أو نون ساكنة تلحق آخر الاسم نطقا وإيه؟ ووصلا، وتفارقه خطا ووقفا. بمعنى ان انا دلوقتي لو وقفت عليها باحسان واداء الي واداء، راحت فين؟ مش موجوده، وفي الوقف ما ظهرش. والنقطه الثانيه، انا ما بتكتبش النون دي في الكتابه، ما بتكتبش غير كتب ضمتين او فتحتين او كسرتين. طيب وتفارقه، تفارقه ايه؟ وقفا، خيرا، باحسان، مش موجوده في الوقف. وتفارقه خطا، وقفا وخطا. ده تعريف الايه؟ التنوين. طيب لو في حد بيسال ولا حاجه، لو في حد عايز اسئله، حد عنده اسئله؟ حد عايز يسال سؤال يا جماعه؟ احنا كده خلصنا الحلقه. في الإعراب. طيب ماشي، ربنا يعين. لو عرفت ليس البر، البر مفتوح ده طبعا عشان ليس من أخوات، هذه بقى مش هتبقى في الإعراب، هتبقى في حاجة في الإيه؟ في توجيه القراءة نفسها. ليس من أخوات كامل، يعني احنا عندنا في السورة دي ليس مكررة مرتين. في سورة البقرة هتلاقي وليس البر، دي أصبحت ليس هنا بتعمل عمل كامل، أو ليس من أخوات كان في الآية دي، ليس البر. ليس التاء اللي احنا فيها دي بقى ليس البر، أي يسألونك عن الأهلة تلاقي في نفس الباب يسألونك عن الأهلة فيها وليس البر، لكن هنا ليس البر. أنا كنت قرأتها بس ما بهتمش موضوع توجيه القراءة. أيوة البر بعد ليس جاءت مرفوعة، ده خلاص هو الوضع الطبيعي لأن ليس من أخوات كان. لكن ليس التانية دي إحنا ممكن أبقى أبحث لك فيها، مفيش مشكلة، نبحث فيها ونشوفها. لكن لا يحضرني لها جواب. طيب انت ما شاء الله عليك، انت استاذه في اللغه العربيه، يعني انا الحاجات اللي هي المسائل الكبيره في العويصه في اللغه العربيه انا يعني ما بدققش فيها قوي، اكثر ما دقق في القراءه والحكم يعني. لكن اكيد احنا عندنا صفحه اللهم صل على سيدنا محمد، اللي هي صفحه تنزيل دوت نت تقريبا، فيها الاعراب، ممكن نبقى نحطها ونلاقي الاعراب موجود. كنت حطيتها قبل كده مره، فيها اعراب القران والاحكام والقراءات وما الى ذلك، نبقى نحطها عندنا ونعرضها مره ان شاء الله. وممكن اسم ليس، مش اسم ليس بقى، هتبقى خبر ليس مقدم، أو اسم ليس مؤخر، نعم اسم ليس مقدم. لا في نقطة، هو ليس من أخوات كان،
كانت ترفع المبتدا ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. فدي منصوبة، أو منصوبة يعني معناها خبر. أن تولوا مصدر مؤول في محل رفع، نعم، وهو الخبر المؤخر، الخبر الإيه؟ المقدم. أن تولوا مصدر مؤول في محل رفع اسم ليس، يعني تقصد ليس بتعمل عمل إيه يعني؟ طيب ما ليس من أخوات كان، وكانت ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. طيب إذا ده خبرها، خبر كان. يبدو ذلك، يبدو ذلك. طيب إن شاء الله نشوف الموضوع ده في وقت آخر بإذن الله. هي بتبقى ملكات بقى الاهتمام باللغة العربية والنحو، في ناس بتحب النحو، ممكن تلاقي طبيب يحب النحو. مرة قابلت مهندس يحب النحو جدا وعنده النحو ده يعني هواية. أنا مش مهتم أوي بموضوع النحو صراحة، مع إنه مر عليا حالات كتير، لكن يعني بالذات المسائل اللي هي الإيه؟ المسائل العويصة في النحو. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله حضوركم. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وما قرأنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، ويجعل ذلك في موازين أعمالنا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.